program to play tic-tac-toe. I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. You're just trying to make something, trying to transfer something from your mind to the computer or to a tablet. It's an experience. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. Great coders are today's rock stars. That's it. تعرف تقريبا كل الشخصيات دي معظمهم أثليث رياضيين مشهورين. Famous Bill Gates, Dropbox founders, كلهم من حتى من disciplines مختلفة. يعني بعضهم شغالين في لكن معظمهم يتفقوا في صفات أو سمات متفق عليها أو يجتمعوا عليها. معظمهم entrepreneurship very successful من fields مختلفة لكن كلهم بركزوا على حاجة واحدة الكودينج البروغرامينج سكيلز. كريس is a sleuth رياضي. علاقته شنو بالبروغرامينج سكيلز وليه بيدعوا الناس لانه تتعلم الكودينج؟ هي ده الموضوع بتاعنا الليله في سكراتش. سكراتش از بروغرامينج لانجويج. وليه نحن اصلا دايرين نعلم الاطفال البروغرامينج لانجويج؟ از بروغرامينج لانجويج امبورتنت فور كيدز؟ اكشلي اللغات البرمجه هي المستقبل بتاع العالم او المستقبل بتاع الاجيال الجايه بغض النظر عن التخصص اللي الزول عايز يشتغل فيه. عايز يبقى مبرمج، عايز يكون طبيب، عايز يكون مهندس، عايز يكون اي حاجه، هيحتاج للغات البرمجه. هيحتاج يستخدم الحوسبه، يستخدم الحواسيب، يستخدم الابلكيشن، يستخدم التطبيقات بكل اشكالها المختلفه. عشان كده المساله بتاعت البرمجه الان بقت ترند. يعني في الدول المتقدمه بقت مساله تعليم الاطفال من مراحل سنيه متقدمه من عمر 5 سنوات وهكذا، يعلمهم البرمجه، كيف يبرمجوا، كيف يكتبوا برامج بسيطه جدا، لانها في النهايه بتطور فيهم مجموعه من القدرات. البرمجه بتعلمك على مهارات حل المشكلات، بتديهم برضو تدربهم على المهارات التحليليه الاناليتيكال سكيلز، توسع افاقهم، تكسبهم مجموعه من الاشياء من السوفت سكيلز او المهارات اللي بتفيدهم في حياتهم. برضو التفكير الايجابي، السيستماتيك ريزونينج، دي كلها اشياء ممكن البرمجه لما الطفل يبدا يتعلمها من سن صغيره 5 سنوات وما فوق، بيبدا بعد ذاك يكتسب المهارات دي، بتساعده حتى في حياته في مجالات ثانيه. اذا ما مشى في التراك بتاع البروجرامينج والاي تي وما شابه، مشى في تراك بقى طبيب، بقى مهندس، بقى محاسب، بقى اي حاجه، هو حيستفيد في النهايه من السكيلز اللي اخذها من البروجرامينج. من كثير من الدراسات البروجرامينج كان يعني بيحسن الاكاديميك بيرفورمانس بتاع الكيدز. الاطفال لما بدوا يدربوهم او يعلموهم بروجرامينج لانجويج بقت مهاراتهم تتحسن. السوفت سكيلز بتاعتهم برضو تحسنت خالص. بروموتس الستيم اللي هو الساينس تكنولوجي انجينيرنج اند ماثماتكس، لأن الطفل لما تبدا تعلمه بعض البرمجه وكيف يتعامل مع الكودس والالجوريثم وكيف يفكر ويعمل، يفكر بطريقه يعني يكون عنده ريزونينج ويكون عنده لوجيك في الافكار بتاعته، بعد ذاك مهاراته ومعرفته في مهارات الساينس العلوم عموما والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات كلها بتتحسن المهارات دي. كذلك هي بالنسبه للناس كلهم هي كارير بريبريشن. لما نقول كارير بريبريشن ما بعني انه عشان يمشي يبقى لي مبرمج، لكن زي ما قلنا الآن نحن بنتعامل مع الحوسبة، بنتعامل مع الحاسوب. إلى حد ما كانت لما نقول والله يا أخي الحتة دي كمبيوترايزد وعندها السيرفيس بتاعتها قاعدة في بورتال ومتوفرة للناس، بنعتبرها حاجة أدفانس ومتقدمة، لكن بعد 10 سنوات دي حتكون حاجة كلاسيكال جدا. يعني زي الموبايل في بداية التسعينات أو منتصف التسعينات، الموبايل كان بتاع الإليتس مش كده؟ ما هي زول شايل الموبايل، لكن الليلة أي زول، أي مواطن على وجه البسيطة تستغرب لو لقيته ما شايل موبايل. بقى الموبايل حاجة فيري كلاسيكال، ما بتعني إنه والله حاجة مودرن، إنه ده زول حديث أو زول متقدم أو زول تكنولوجي، هو في هاي ليفل. فالبروجرامينج أو السكيلز بتاعت أو استخدام الأي تي أو الأي سي تي إن جنرال في الحياة بتاعتنا حيكون جزء أصيل في الحياة، حيتحول لحاجة فيري كلاسيكال، وبعد ذاك في ديسربتيف تكنولوجي الآن بدأت تظهر، هي حتمشي لقدام، بعد ذاك بتكون الفرونتير أو الناس اللي في البايونير هم اللي حيكونوا فيها، لكن إن جنرال كل الناس الشغالين، كل الناس الممارسين لحياتهم العادية حتكون الأي تي أو الأي سي تي هي انتجرال بارت، هي جزء أصيل من حياتهم اليومية. عشان كده لما نقول كارير بريبريشن ما بعني كارير بريبريشن in the field of programming. I mean in his career path. في حياته كلها في كل المجالات بقى accountant، بقى طبيب، بقى صيدلي، بقى أي حاجة.
متى نبدا البرمجه؟ هل ننتظرهم لما نمشي الجامعه الناس ويبداوا يتعلموها؟ لا، من عمر 5 ل 16 سنه الناس ممكن تستارت بروجرام، من 5 سنوات، وانا عندي تجارب معها 5 سنوات ممكن الطفل يبدا يستارت يبرمج، يبدا يتعلم يكتب بعض الاشياء ويتعامل معها. طيب بعمر 7 ممكن الاطفال يقدروا يكتبوا، او 7 او 8 سنوات يبداوا يكتبوا بعض الاكواد ببعض اللغات المخصصه للاطفال، ويقدروا يعملوا ديباجينج ويقدروا يعملوا تيستينج ويقدروا يشغلوا الحاجات دي ويتعاملوا معها بطريقه كويسه. بعمر 11 سنه مفترض يكون عندهم، بعد ذاك لو هم بدوا من 5 سنوات ل 7 سنوات بيقوا عندهم سكيلز كويسه في الديباجينج، في معرفه اللوجيك، في معرفه البرمجه، في معرفه الالجوريثم، حتى لو ما فهموها ان الالجوريثم، لكن لما يتعاملوا معها بيبقى الثينكينج، الواي اوف ثينكينج بتاعهم الجوريثميك، بيبدوا يفكروا بطريقه فيها لوجيك، فيها ريزونينج. لما نصل عمر ال 11 سنه بعد ذاك ممكن يكون عنده انديبس نوليدج في الكمبيوتر كونسبتس والسكيلز والمهارات الثانيه، حتى ايفن ممكن تو ستارت تو جو فور اذر لانجويج لايك بايثون او بعض اللغات شويه. You mean you know Sudan education here is a bit far from this concept, but what I'm going to discuss in the next slide or the coming slides, we have some project or group called Scratch Sudan, so I'm going to discuss this issue in that part. But for the time being, as you know, we studied and you studied and all of us studied in school, that's like something very primitive. There is no education, ICT education or something like this. Okay. So where to start? وين الأطفال يعني نخليهم يبدوا من وين البرمجة؟ نجيب لهم فيجوال بيزيك ولا كيو بيزيك ولا حاجة ونخليهم يبدوا منها؟ طبعا بالتأكيد حاجة مملة جدا، وهم أطفال في الحقيقة، يعني ما بكون ذاته عنده الانترست والبرزيستنس انه يجي يقعد لك في كمبيوتر ويكتب كود يعمل ران ويديه سنتاكس ايرور ويمشي ثاني يصلح، والحكاية بالنسبة له بتكون مملة. ففي فيجوال بروجرامينج لانجويج، في لغات فيجوال تم تطويرها لغرض الأطفال أو تعليم الأطفال البرمجة. الفيجوال بروجرامينج لانجويج الكيتس ممكن يتعاملوا معها كجيمز، ممكن يتعاملوا معها كلعبة، هو بيبرمج while he's doing his preparing his game، يعني بيكون فاكر نفسه بيجهز. أنا كان عندي بنتي بدأت أعلم البرمجة عمرها 8 سنوات، فلما كان بتجي ما بتقول لي لغة البرمجة وين، بجي داخل بتقول لي افتح لي وافتح لي اللابتوب أنا عايز اللعبة. يعني البروجرامينج لانجويج بالنسبه لها هي ذاتها بقت عباره عن لعبه بتتعامل معاها. فبعد ذاك الطفل لما تبدا تعلمه يبدا يشتغل، بعد ذاك ممكن البروجرامينج لانجويج او البروجرامينج تكون له كهابيت، كممارسه بمارسه، كهوايه او كحاجه بتعامل معاها. دائما نضل الاطفال في حاله البرمجه دار تعلمهم البروجرامينج في اديهم اور اوف كودز او اور اوف كودينج، خليهم يقعدوا ياخذوا زمن كده نص ساعه ساعه يحاول تو بلاي اراوند مع البروجرامينج بلاتفورم اللي هو بيتعامل معاها، يحاول يجرب حاجات جديده، يحاول كده. من ملاحظاتنا على الاطفال انك بتخليه يبدا الحاجه بعد ذاك بتستغرب من الحاجات اللي هو بيعملها، ايفن بتجاوزك انت، لانه امخاخهم دائما يعني ناتيف كده، يعني على طبيعته على سجيته، فحتى الواي اوف ثينكينج بتاعه مرات مختلف. احيانا تفاجئ بانه الطفل عمل حاجه انت بتفكر ستريت فور واي، لانك يعني انت انكابسوليتد كده، قولبت في حياتك في اتجاه معين، فبقى ذات تفكيرك يتقصقص كده، لكن بتلقاه هو يعني لسه خام، احيانا بيفكر افكار ذاتها تتجاوز الطريقه، تلقاه عمل برنامج بطريقه غريبه، احيانا يجي يسالك ليه دي ما ممكن تتعامل كده، او تلقاه عمل حاجه بطريقه انت ما كنت بتفكر فيها. بس كنت بعلم فيهم بعض الكود الصغير كده، ففي الكديسة اللي جبتها في البدايه دي ممكن تجيب تدخلها في برنامج بتقول ميو ميو بالطريقه اللي هي صوت الكديسة، فقامت قالت لي يا اخي بنتي، قالت لي ليه ما ممكن اسجل صوتي؟ لقيتها بتسجل صوتها بعد ذاك، في طلع في البروجرام في حته معينه انك ممكن تكول او تريكورد فويس بدل الصوت الملف اللي انت بتدخله في لغه البرمجه. فالكلام ده لانه طريقه التفكير خصبة ما زالت، فممكن يفكروا بيولوجيك انه والله يا اخي الحاجه ممكن تعمل تحصل، ليه ما اجرب اعملها؟ واحده من افضل الادوات بنعتبر في مساله تعليم الاطفال البروجرامينج لانجويج هي لغه اسمها سكراتش. لاحظوا هناك في الجزء الاعلى اليمين، لو انا داير اشيل الاوبجكت اللي هو الجزء الشمال من الصوره التوب، الصوره الفوق، داير اشيل الاوبجكت احركه من 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 المربع الاول يمشي في الخط الاصفر لغايه الديستنيشن هنا، لو داير اعملها ببروجرامينج لانجويج I have to do a lot of
ستيبس، مش كده احدد الكوردينيتس في سواء كان مستخدم اي كوردينيت سيستم او بالبيكسل في الشاشه او هكذا، احول من مكان لمكان اكتب كود. لكن اللغات الفيجوال شوف الجانب الصايد اليمين عشان يعمل الموفمنت دي، فزي البازلز بيجمع الطفل مع بعض. فبيقوم مثلا يجيب موف فورورد، بيجيب ياخدها هو عايز يوديه لقدام، بعديه مثلا يجيب يختار تين رايت، يجيب يركبها بعدها وهكذا وهكذا. في النهايه بيقدر يصمم البرنامج بتاعه، هي فيجوال بروجرامينج لانجويج، ما بيكتب كود بيده، لكن هو سيلكت كومبوننتس، في كومبوننتس موجوده هو يفكر كيف يستخدم الكومبوننتس، كيف يجمعها عشان يطلع بها برنامج. مثال ده كود ببروجرامينج لانجويج عاديه، الليستنج اللي من هنا ده، وبمقابله هناك بالفيجوال بروجرامينج لانجويج موجوده الكومبوننتس، انت بتجمعها بتطلع لك البرنامج النهائي. طيب سكراتش هي شنو؟ سكراتش اصلا هي بروجرامينج لانجويج، فيجوال بروجرامينج لانجويج فور كيدز، صممت في لايف لونج كيندرغارتن جروب في ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي ميديا لاب، هم جروب بتاع ريسيرش معروفين طبعا، ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي ميديا لاب عندهم مشهور متخصص في الامور، فعندهم حاجه اسمها لايف لونج كيندرغارتن جروب. الجروب ده متخصص في الايديوكيشن والاشياء للاطفال. فواحده من الايديا اللي هم طلعوا بها الموضوع بتاع السكراتش، فصمموا السكراتش بلاتفورم، بدوا بفيرشن اولى وفيرشن حسه فيرشن 2، والبيتا فيرشن بتاعت سكراتش اللي هي فيرشن 3، البيتا فيرشن بتاعتها موجوده، الريليز بتاعها هيكون في بدايه السنه الجايه ان شاء الله. وميزتها انها فري، فيري ريتش فري، عندها تكنيكال سبورت ممتاز في اكزامبلز في بروجكتس، بتستخدم الان في اكثر من 150 دوله. اعتقد لو في زول عنده اولاد وبيدرسوا اي جي سي اس اي، كامبريدج او اوكسفورد، بده يدخلوها في المقررات بتاعتهم بتاعت الاي سي تي لبعض الجريدز. متوفر الان في 50 ب 50 لغه، الانترفيس بتاع الاي دي بتاعه متوفر ب 50 لغه، حتى اللغه العربيه اضيفت فيه. الظريف حتى اللوجو بتاعه او السلوجان بتاعه يعني Imagine, Program and Share، فالاطفال بده يتخيلوا ويتصوروا الاشياء وبعد ذاك يبرمجوها، وبعد ذاك متاح حتى اونلاين ممكن الواحد يشير هيز بروجكت، يشير بروجكت مع بقيه اصدقائه، عندهم زي بلاتفورم او عندهم زي بورتال، ممكن صفحه ممكن تنزل فيها البروجكت ويشيروه مع بعض. بعض الفيتشرز الموجوده في سكراتش مثلا انك يو كان كرييت ا جيم، يعني ممكن الطفل يبني بها جيم لوحده، وحوريكم مثال له. ممكن يعمل زي انتراكتيف ستوريز، يعني انيميشن ستوريز ويتصورها ويشكلها وتكون انتراكتيف، حتى يتعامل معاها، يضغط على حاجه يتكلم معاه الاوبجكت وهكذا، او البيرسون، ممكن يجيب اشخاص، ممكن يجيب حيوانات، ممكن يجيب اي اوبجكتس ويعمل انتراكتيف ستوري، هي كان كرييت هيز اون ستوري وانتراكتيف تفاعليه، حتى يتفاعل معاها وممكن يعملها اصلا كلها هو. فيها انيميشنز، يعني بتتيح مسائل الانيميشنز باشكال المختلفه، ريتش اوف انيميشنز، اي شيء تخطر في ذهنك ممكن تعملها بالسكراتش. من الاطفال من عمر 5 سنوات ل7 عندهم حاجه اسمها سكراتش جونيور، لكن من 8 سنوات الى ثانوي ممكن 3 ثانوي يشتغل، وكل واحد فيهم بيلقى حاجه بتناسب الليفل بتاعه. الطفل الصغير اللي عمره 8 سنوات ممكن يبدا بحاجه بيزكس، حتى بتاع الثانوي بالمناسبه ممكن يلقى حاجه يعني يعمل بها مشاريع وبروجكت، يعني حاجه برضه فاليبل بالنسبه لعمره لطريقه تفكيره. واحده من ميزاتها مساله الكوميونتي، يعني هي فيها كوميونتي، الحقيقه طبعا هي تحت كرييتيف كومون لايسنس، ما فيها مشكله يعني عشان تنزلها عشان تتعامل معها، تتعامل مع الماتيريال بتاعتها. وانس انك عملت بروجكت، الطفل عمل بروجكت، ممكن يعمل اكاونت في الويب سايت بتاعه، وطوالي ممكن تشير البروجكت بتاعه مع الاخرين، وممكن ياخذ عندهم حاجه يسموها ريميكس، يعني انت ممكن تاخذ بروجكت بتاع شخص اخر وتبدا تحدث عليه، تشتغل عليه، تعمل اضافاتك، تستفيد من كودات منه، كود ريوزابيلتي في شغلك انت. فكل الخصائص دي متاحه في اللغه بتاعت السكراتش. الكيلينج بوينت في سكراتش طبعا في ديفرنت بلاتفورمز، لو في ناس يتعاملوا مع الاشياء بتاعت الاطفال بروجرامينج فور كيدز، في عدد من انواع البلاتفورمز المختلفه. سكراتش عندها اوف لاين اديتور فور فري، بتنزله وبعد ذاك انت بتبدا تشتغل عليه، الطفل بيبدا يشتغل عليه الديفلوبمنت. ده الشكل بتاع الاي دي بتاعت سكراتش، الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. هنا الصايد الركن الاعلى ده اليسار بيظهر فيه الكود او البرنامج اللي عمله الطفل بعد ينفذ، يعني الرن، لما نعمل اكزكيوشن او رن بيظهر هنا. الصايد اللي في الوسط دي عباره عن الكومبوننتس او البانل في الوسط، دي الكومبوننتس اللي بيختار منها الطفل. والموست رايت صايد ذاك هو ذاك الكود اللي عمله الطفل ذاته،
يعني هو يعمل سيلكشن من هنا وودي هناك، بيجمع الحاجات مع بعض بيركبها مع بعض عشان يعمل البرنامج بتاعه اللي عايز يعملوا هنا. بعد ده في بسميه السبرايت، السبرايت زي الكديسه دي يعني، ممكن تغير انواع السبرايت باشكال مختلفه. ما I'm not going to go in detail in deep in detail in how to program and so on لان العمليه طويله شويه، لكن ده الشكل، ده الشكل العام بتاع الاي دي بتاعت السكراش. ده الاوف لاين اديتر، ممكن الاديتر تخليه بالعربي ما فيها مشكله، يعني هو سبورت للعربي او ل 50 لغه تقريبا. طيب ليه نحن تكلمنا عن سكراتش؟ احنا عملنا زي جروب كده وشغالين في سكراتش، فالسبب شنو؟ عندنا زميلتنا يسرى لاحظت انه الاطفال يعني مضيعين زمنهم في التابلتس والفون والبلاي ستيشن وكذا، فجاءت فكره ليه ما اخلي الاطفال ذاتهم يعملوا زير اون جيمز بدل ما يضيعوا زمنهم في انه مع الريدي ميد جيمز او التابلت او الفون او كذا. دارين حاجه انتراكتيف، حاجه جميله تجذبهم تخليهم يستمتعوا في نفس الوقت يتعلموا. طيب ف راجعت المسألة دي والناس بدأت تتكلم، بدأت تفتش عن خيارات وكذا، فتوجدت اللي هي الموضوع بتاع سكراتش أو البروغرام الفيجوال بروغرامينج لانجويج للأطفال. فأخذت جروب من الأطفال، بنات أولاد أهلة كده، أخوانة وصحباتة وبتاع، وعملت لهم جروب سيشن كده، بتعمل لهم سيشنز وبدأت تعلمهم سكراتش. فحقيقة كانت العملية أميزين جدا، يعني الأطفال بدوا ينجيجت خالص في القصة دي وبقوا مبدعين جدا، يعني كل مره ذا كرييت، يعني عندنا كميه من البروجكتس لهم مبدعين بطريقه عجيبه جدا. هم اعمارهم صغيره يعني في رابعه والفي ثالثه والفي كذا والفي كذا، كل واحد فيهم بدا يعني وبياخذوا ويستمتعوا، يعني ممكن يجوا يقعدوا في لحظات يقضوا ازمان طويله جدا شغالين بس في سكراتش. طبعا انت في كبيرنت يو هاف تو كنترول المساله بتاعت التايم برضو اللي بيقضوه مع الكمبيوتر. يعني الإشكالية اللي قابلت يسرى كانت في الموضوع ده إنه الأطفال شغالين كويس، بيعملوا الجيمز تاعتهم، بيعملوا البرامج بتاعتهم. كان في مشكلتين، إنه ما في كونتينتس مجهزة، بمعنى السكراتش تيم أو اللايف لونج كيندرغارتن تيم عامل جايدز، يعني جايد كتاب للأطفال وكتاب للإدوكيشن للإدوكيترز للمعلمين، أوكي؟ لكن لو داير تخلي طفل يبدأ يتعلم تديه ليسونس بتدرجات مختلفة وكذا، ما في كونتينت زي دي ليسونس جاهزة. دي النقطة الأولى. ما في تيتوريالات جاهزة especially باللغة العربية، ودي كان أكبر مشكلة. يعني كل الكونتينت المتاحة كماتيريال بتاع التعليم الصادرة من الـ MIT Group هي كلها طالعة باللغة الإنجليزية. في 10 دول عملت ترجمة أو 10 مجموعات ومبادرات في دول مختلفة ترجموها لإسبانية لغيره لغيره، لكن ما عندنا ترجمة باللغة العربية. الحاجة الثانية زي ما قلت، ما عندنا كونتينتس عشان تعلم زول programming language في أعمار صغيرة زي دي، لازم يكون في محتوى تعليمي يكون مبني بتدرج بكذا بكذا بحيث انه يقدر يتعلم، ما ممكن راندوملي هو يبدا يعمل حاجات عشوائيا كده. ديفينتلي ممكن ينجح وممكن يفشل وممكن ييأس و كلها. فالناس فكرت في انه يكون عندنا جروب بتاع سكراتش ونبدا نشتغل فيه. ف ديل الاطفال بالمناسبه في السيشن، انا ما اعرف في فيديو تاني لو بعد السلايد لو شغل، كنت داري اشغل الكود هنا لكن نبدو انه الاو اس في الكمبيوتر ده فيه مشكله في كود وكنت عايز اشغله. ابراهيم غاليه دي زعلان عشان ما شلنا الكود بتاعه، شكله لانه شلنا كود ابراهيم عشان نعمل به التستنج. فديل الجروب اللي بدوا يشتغلوا كان مع يسرى في الموضوع بتاع السكراتش بروجرامينج لانجويج، ديل الجروب اللي كانت بتدرسهم هي، فمشوا كويس جدا ومستمتعين بها وعملوا حاجات كثيره. فممكن في فيديو لو عملنا له ران يوريكم اكزامبل لحاجه عملوها، بعض الحاجه بسيطه كده، في امثله كثيره لكن بس لدقائق ناخذ حاجه صغيره كده. طيب ده ابراهيم. ابراهيم قام عمل لنا الجيم ده، لاحظت ده شكل الاي دي عموما بصوره عامه زي ما جبتها قبل، ده هناك الكود بكده، هنا بيجي الكومبوننتس اللي بتختار منها، تحت الاوبجكتس اللي تعمل بها سيلكشن، ممكن تضيف حتى صور من عندك او اي حاجه تدخلها او اوبجكت مصممه وصورك انت ذات تدخلها. ابراهيم صمم لنا اللعبه دي كده، عملنا رن للعبه فوق نشوف اللعبه فيها شنو، زي اوبجكت كولكشن هي، لاحظتوا؟ ففي هنا بيحاول يلقط الاجراس دي يعني.
في هناك كاونتر بيوريه السكور بتاعه في حاجات. طيب ده ما تبعنا. طيب إبراهيم ده عمره 10 سنوات أو 9 سنوات actually. فبقدر بتعلم الاسكراتش إنه to develop his own game. وعندهم حاجات تانية كثيرة فروت نينجا وغيره 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 برامج عملوها ببساطة بيقول تعلموا أو يتعودوا يتعاملوا معها. فلاحظ إنه المسألة دي الطفل بدل ما أخليه يضيع زمن كثير مع الريدي بري بيلد جيمز والحاجات المتوفرة, لو قدرت تسبارك يعني أحمسه كده وفعله وأخليه يبدأ to build his own games, his own programs, stories, حاجات بالشكل زي دي, ولما ننجح فيها تلقاهم بعد ذاك الأطفال بدوا يتنافسوا فيما بيناتهم, تعال شوف بتاعي وشوف بتاعك وأنا عملت, وده يضيف لي ده فكرة. دي حتى كان من العجائب يعني الأطفال لما يقعدوا مع بعض بيضيفوا لبعض أفكار, لا 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 انت اعمل دي كده, لا 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 دي تعديل اسويها هنا, دخل ده بيجاي كده, اقلب ده كده, فبتحس انه حتى في انجيجمنت ممتاز جدا. بالنسبه للسودان سكراتش هو الحاجه الجروب شغال فيها, انه الام اي تي حقيقه ترجمه التيشر جايدز والستودنت جايدز لتقريبا 10 لانجويجز ل 10 لغات, لكن اللغه العربيه ما فيها. فحقيقه في جروب من 7 تقريبا بدينا نفكر في انه نترجم الجايدز بطريقه تكون بروفيشنال بجرافيكس ممتاز اشبه بتيتوريال بكونتنتس, ونعمل فيديو كونتنتس وحاجات بالشكل ده باللغه العربيه. فعملنا زي استيميتد بادجت كده حوالي $4,000 عشان نكمل العمليه دي ببروفيشنال ترانسليشن, يعني لان العمليه دي بتتعامل مع اطفال, فلو ما بقت الترجمة ذاتها احترافية وcontextualized يعني لقينا بعض الترجمات في بعض المناطق لكن كان فيها بعض الإشوز يعني. فبدينا بروجيكت حقيقة من فترة, ويمكن عملنا زي كامبين كده لكن للأسف ما في السودان, كان عملناها جزء من الجروب قاعدين في أمريكا. اتصلنا كان بMIT وسألناهم عن موضوع الترجمة وإمكانية الترجمة, فقالوا ما عندنا مشكلة احنا شغالين بكرياتيف كومون لايسنس, شيلوا أي حاجة ترجموها بس اعملوا لنا كريديشن, ما يعني ما في إشكالية يعني, ترجموا سووا استخدموا كله مفتوح لكم يعني. فلكن احنا ما عندنا بروجيكت بتاع كوميونيتي يعني سبورتد ترانسليشن, وده موضوع لقيناه شويه انوينج وبياخذ زمن طويل, فمشينا لانه نمشي لبروفيشنال حاجه بروفيشنال عشان نختصر الزمن ونقدر نعمل حاجه زجود. الكامبين عملناه في موقع انديجوجو وشاركوا فيها عدد كويس من السودانيين ما لا بأس يعني, جمع تقريبا لغايه امبارح اول امبارح حوالي $1,891. البادجت كلها مطلوبه $4,000. الكونتريبيوشن طبعا من السودان صعبه, لكن الناس السودانيين اللي قاعدين برا اللي بيقدروا يدفعوا بالفيزا كارد والماستر كارد بعضهم ما قصروا, لكن ما الحاجة اللي كان احنا متوقعين up to the bar كده يعني. فا is going fine, ما كعب حتى الآن, لكن نأمل إنه نقدر نصل للبادجت اللي احنا خدتنا. طيب الرود ماب شنو بتاعتنا بتاعت سكراتش أو الجروب بتاع سكراتش السودان, شنو خارطة الطريق اللي خدتنا, دارين نعمل شنو؟ نمرة واحد, دارين الناس تترجم الماتيريال السكراتش ماتيريال ونجهز بعض الفري تيتشين كونتنتس. لقينا كتابين مترجمات باللغه العربيه, واحد في قطر عاملينه للرؤيه بتاعت قطر 2030 كجزء من المقررات الدراسيه, واحد تقريبا من حته ثانيه. مشكلتهم الاثنين كوبي رايتد, يعني الجهات الترجمتها عاملاها كوبي رايتد, وحتى فيها بعض الإشكاليات إنه شغالين بالفيرشن بتاعت 1.4 من سكراتش, والآن نحن في فيرشن 2 فيرشن 3 about to come out وما في backward compatibility, ففي بعض الديفرنسز. والنقطة الأهم هي copyrighted, فنحن فكرنا يا أخي إنه خلي حاجة free material تكون حاجة موجودة في الإنترنت for free أو للناس for free يتعاملوا معها ويستخدموها, إذا كان material PDF file أو إذا كانت video tutorials مجهزة للناس عشان تستخدمها. البروموشن اوف سكراتش كودينج ثرو كومبيتيشنز, الناس تعمل منافسات, كوميونيتي اند اوثوريتيز انجيجمنت, نامل انه نقدر ندخل وزاره التربيه والتعليم والسلطات الجهات المعنيه بالتعليم والكوميونيتي. التعويل الاكبر على الكوميونيتي بامانه هو الناس, انه لو الكوميونيتي تفاعل مع المساله دي ممكن يجي سبورت, وحقيقه لقينا سبورت كويس يعني, بعض الناس كثيرين يتواصلوا معنا و they offered انهم يعني تسبورت, انه يوفروا السبورت بتاعهم, اللي عنده مكان قال بيدي مكان, واللي عنده
هوستنج بتاع انترنت او هوستنج بتاع سيرفيسز كل زول يعني قال بيقدم اللي بيقدر يقدمه. فالكوميونتي اعتقد هو العامل الاهم في القصه. Training and enlightening workshops and seminars for authorities, educators and activists. بنحتاج انه نعمل مجموعه بتاعت workshops وسيمينارات للتدريب وللتنوير عشان الناس ذات تعرف شنو سكراتش وكذا, ونامل انه الاس دي نوغ يعني الشباب الاكتيف اللي فيها يكونوا جزء ان شاء الله من المساله بتاعت نرفع الاويرنس بالسكراتش بروجرامينج. طالما رفعت الاويرنس والايديتر قاعد فور فري والماتيريال متوفره, اعتقد اذا ما كانت في دخلت في الايديوكيشن سيستم ممكن الفاميليز البيرنتس هم كلهم يقدروا يستخدموها عشان يدربوا يعلموا اولادهم يستفيدوا منها. بعد ذاك تريننج اند انلايتنج ورك شوب اند سيمينار فور سيرتيز ايديوكيترز. في نقطه مهمه فوق الاوثوريتيز انجيجمنت اند سوشيال انتربرايز, بنفكر في انه برضو يا اخوانا المساله بتاعت التريننج للسكراتش ذاته ممكن يكون some sort of social enterprise. الليلة في معاهد بتشتغل كثيرة وفاتحة وعندها برامج وتدريب وكذا وكذا, لكن definitely ما voluntary يعني, هم جهات شغالة بقروش يعني. فلو الناس توضع موديل او نفكرنا في موديل بتاع السوشيال انتربرايز انه والله يا اخي جيب الناس اللي في المعاهد ديل, جيب الناس اللي تخرجوا من الكليات علوم الحاسوب والتربيه وغيرها, ومالوا الناس توفر لهم تدريب وركشوب وترين ومتعينهم بالماتيريال في المقابل انه تقام الكورسات بمبالغ رمزيه, لانه في النهايه السوشيال انتربرايز بيسمح لك وين وين سيتويشن, مش كده؟ انك بتعمل حاجه بتقدم خدمه للمجتمع افوردبل برايس, فبالتالي تفيد المجتمع بتفيد نفسك. فبرضه بنفكر في بيزنس موديل يكون فيه سوشيال انتربرايز ممكن يساعد في توفير المساله بطريقه كويسه. بروفيشنينج اوف هيلب اند تكنيكال سبورت, استابليش ميبي فيسبوك ويب سايت كلام بالشكل زي ده عشان توفر التكنيكال سبورت والمساعدات للمعلمين او المتعلمين, خاصه المعلمين طبعا اثناء ما تعليمهم والناس دار يعلموا ابنائهم او الاساتذه اللي بيدرسوا دار يدرسوا سكراتش اثناء ما هم بيدرسوا بيتقابلوا اشكاليات وكذا, فبيحتاجوا انه شنو نوع من التكنيكال سبورت والمساعده, وممكن توفر من خلال الجروب. في بعض الجهات قال احنا مستعدين نقدم اماكن تو هوست المساله بتاعت نوفر حتى يمكن ندفع سالاريز لناس يكونوا قاعدين تدربون يوفروا التكنيكال سبورت والله للناس فور فري وكذا. حيده كل ذات سته كل الموضوع عن سكراتش, هي جست لايت سيشن كده زي ما قلنا حاجه كده في نص الوجبات الدسمه بتاعتكم دي, ان شاء الله تهضم لكم الفات وتجهزكم للجاي, وشكرا جزيلا لكم. Okay, it's a very interesting question. Actually, there is several platforms. There is Google Blockly, there is Piskel, there is code.org Minecraft, there is Scratch, Scratch Junior, there are like four or five actual platforms that are available now. And even all of them actually for free. We choose Scratch actually because of two reasons. The first one, that Scratch is invented and produced by actually a group dedicated for education. And so they put a lot of experience and philosophy of education inside in the language itself. The second thing actually I think is the killing actually feature for Scratch, especially for Sudan, that all other platforms require online. You have to go online. You have to be online. You have to sign online in order to program and so on. But for Scratch, there is offline editor for free. So this actually for Sudan, I think will be a very good feature because not all the people will be afforded to be online all the time in order to program and so on. Anyway, still the discussion is, the floor is open for the discussion. We're doing actually a lot of, there's actually many or several subtle differences between the whole platform, all the platforms in different manners. For example, like Blockly and Biskill provide
step-by-step debugging. Scratch does not provide such feature, okay? Scratch is like semantic free, because I'm not going to write your code. You just, assemble some blocks and modules together. So it's not prone of semantic errors, but a logical error might happen. So Scratch doesn't have like a step-in or step-by-step debugger, but actually there is a lot of differences and subtle differences. We embark on Scratch because of some of them that I mentioned to you now. Thank you for this presentation. You're welcome. I would also like to recommend Scratch. So my younger kid started with Scratch years ago. Yep. And learned the basics of programming. Now he's 13. Yeah. He's programming in Python, complex things, yep. Learning C++. Yep. So this tool really helped him understand how to structure and how to start. Yep. Thank you. Thank you for your contribution. Definitely, بالنسبة للبريكويزيت ما في مشكلة. أنت ما أصلاً سكراتش كل المطلوب محتاج لك كمبيوتر وماتيريال. نحن هسه بنفوكس على نحن مركزين على الماتيريال لانه نوفر الماتيريال لانه نوفر الكونتنتس educational كونتنتس الزول من بالنسبه للسكراتش جونيور من 5 ل 7 سنوات وبالنسبه للسكراتش في الجريدز من 8 لغايه 16 سنه فده نوفر كونتنتس تكون جاهزه يعني المعلم عشان يتعامل معاه يكون عارف تو ليسون 1 حيدرس كده ليسون 2 حيدرس كده ليسون 3 حيدرس كده وهكذا الكونتنتس تكون متاحه فور فري برضه دايرين ندرب الادوكيترز نفسهم التيتشرز لازم يتدربوا عشان يعرفوا كيف يعلموا الاطفال حنوفر مثلا فيديو تيتوريالز اوكي حتكون في حاجات موفره في اليوتيوب اونلاين فور فري غيره لكن برضه حتعقد ورك شوب وسيمينارات حنصل كل الجهات عشان نرفع الاويرنس اخواننا والله يا اخي في حاجه اسمها سكراتش كويسه بتعلم الاطفال وكذا وكذا وبتساعدهم جدا فدايره هي مجهود في المساله دي لكن البريكويزيت الاساسيه اثنين انت داير كونتنتس وداير ماشين عشان تشتغل عليها وديفينتلي محتاج لك تيتشر الاساتذه تشيل كويس كثير من المدارس فيها بيجوا معلمين حاسوب في كثير يعني المدارس الى حد ما فالمسألة زي ما قلنا قبل موضوع السوشيال انتربرايز والكوميونتي والكذا فزي البروجرامينج لو حتى في مدارس ما فيها اساتذه لو واحد اتطوع من الخريجين او من اولاد المنطقه واخذ تريننج وكذا بعد ذاك تبقى اشكاليه توفير الحواسيب في الحواسيب حي عندنا اتجاه بنفكر في التشيب ماشينز يعني مثلا في حاجات زي مثلا ناس راسبيري عندهم حاسمه راسبيري بي سي بده يطلع له موديول بسيط جدا بتنزل فيه ويندوز زي كارد كمبيوتر كارد محتاج شاشه بعد ذاك وبقيت الحاجات دي فالثينكينج انه هاو تو ديبلوي الحكايه دي دايره فعلا تعاون الكوميونتي كله في جهات جاهزه الان ما عندها مشكله ممكن الناس تبدا بالكلابس مثلا تستفيد من النوادي او المعاهد تحت التدريب المتاحه تتعامل معها في انه توفر الخدمه بلو افوردبل برايس ممكن المدارس الجاهزه الناس تتعاون معها اظن الكونتنتس موجوده ومتاحه للناس انا اعتقد بيكون قطعنا ستيج واحده بعد ذاك تبقى التبني اذا كان الاوثوريتيز السلطات في البلد قبلت المسألة شركات الاتصالات من خلال البرامج بتاعت السوشيال انتربرايزز ميبي وزارة الاتصالات صندوق دعم المعلوماتية غيرها كلها لو تعاونت مع الناس دي حاجة for the generation of the future اللي هي مستقبل أجيال البلد ديل زي ما يقولوا الفاتن خلينا نوقع على الواقفات مش كده فخلينا نفكر في الجايين ديل يعني البلد تستثمر فيهم شوية حتى لو من خلال السوشيال ريسبونسابيلتيز أو الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتيز بتاعت الشركات واحدة من التارجتس دي بسم الله الرحمن الرحيم أرجع للمغرب جميع السوداني أول حاجة أحييك والذكرى يعني ما شاء الله أنا خاص بالذكرى أنا كنت أشتغل بس كناس قبلي لي ثلاثة أو سنين كذا وعملت بها جيمز وكذا تخلد الموضوع بعد ذلك يمكن مالك الجروب فهل كنت بستفسر عن الجروب بتاعكم ده حسبيه الجروب أسري أكثر يعني هل هو جروب مفتوح الناس كذا هل مفكرين تكبروا الموضوع بحيث يبقى كذا وفي نفس الوقت أنا
20 ساعه برمجه كده بالافكار دي جميله جدا او ممكن تتعمل جدا بكل البيانات عندنا هنا بويز بلابا ممتاز ممتاز ممكن نتعاون في الحكايه دي عشان نحاول نكبر ونحب ننظم الناس تمام شكرا لك باشمهندس طارق. الجروب ده هو الجروب اللي انا بتكلم عنه هو حقيقه ما الجروب بتاع الاطفال ده نحن هسه ما عاملين زي كلاسز بنعلم ده لاولادنا ساي بنعلمهم كحاجه جانبيه كده لكن احنا جروب بتاع مهندسين وشباب يعني مختلفين قاعدين زي 7 8 بدينا الفكره بتاعت انه اصلا الترجم ونجهز المحتوى للناس يعني بعضنا عزابه ذاته معنا 3 عزابه ما عندهم اولاد ذاته لكن اخذوا الموضوع ك ك ك ك انيشيتيف يعني داري يقدموا حاجه فالمرحلة الحالية نحن مركزين على الكونتنس وأي زول دار يقدم مساعدة وهلب نحن حسي دارين طالبين من الناس حسي شغالين تقريبا على عشان نجمع الفوندينج هنا لوكال شغالين في زي كراود فوندينج بلاتفورم we are developing it now لو جهزت يمكن تساعد في جمع التبرعات حتى محليا يعني ونشكرك حقيقة على 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 على, على, على تقديم نقول طوالي احنا الان حسب نحن نقبض الزول طوالي فحسي جانا دعم طوالي من الجمعية السودانية للانترنت من الباشمهندس طارق فطوالي حنجي نمسككم ونقعد معاكم ونشوف اللي بتقدموه ان شاء الله شكرا لك ما في سؤال تاني؟ شكرا لكم شكرا جزيلا